شكرا للزملاء في لندن ومشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه النافذة المباشرة من الدوحة والتي تأتيكم ضمن تغطية التلفزيون العربي الخاصة لمرور عامين على حصار دولة قطر. إذن عامان مرا منذ فرضت أربع دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصارا بريا وبحريا وجويا على دولة قطر وقطعا للعلاقات الدبلوماسية معها. الحصار جاء بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية وتلفيق تصريحات نسبها أعلام دول الحصار إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. دول الحصار قدمت مقالة أنها قائمة بمطالب من الدوحة مقابل رفع الحصار عنها لتتخذ الأخيرة موقفا يرفض التدخل في شؤونها الداخلية ويؤكد على القوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول أساسا لأي حوار مع دول الحصار. تقاطع طرق في قلب الدوحة يروي حكاية بدأت قبل عامين، نهايتها معلقة وخيوطها متشابكة. هنا نصب تذكاري يشهد على يوم مشؤوم، واقعة يؤسف لها تستذكر ولا يحتفل بها. العاصمة القطرية ما زالت تحتفي بخليجها، تفخر به، تخلده في شوارعها وميادينها. على سابق عهدها مؤمنة بوحدة البيت الخليجي رغم ما دبر لها بليل قبل عامين. ثلاث دول خليجية ومصر رابعة أعلنت حصار قطر فجرا في جنح الظلام والناس نيام يصومون يومهم العاشر من رمضان. باركه ترامب على الفور اتهم قطر بتهم كالها المحاصرون. سريعا نسي قمة خليجية أمريكية عقدت في الرياض قبل أيام. أمير قطر كان هناك، ولكن ترامب مقايض سياسة سار مع من يدفع أكثر، والمحاصرون عازمون على تركيع قطر. تلك هي خلطة المال والسياسة. ليست وليدة حصار الغفلة. المتبرمون من قطر يخبئون ضغينة تحت الطاولة منذ سنوات. قطر زاد نفوذها، تقوت بغازها، لا بد من خنقها، هكذا يرى المحاصرون. الكويت التي لم تعد على خط واحد مع الرياض حملت لواء وساطة جوبهت بقائمة من 13 مطلبا وصفتها الدوحة بالإملاءات، وضعت لترفض، يقول وزير الخارجية القطري. جهود الكويت تضافرت مع مواقف أوروبية وتحركات عسكرية تركية في صف قطر منعت الأسوأ. الحمد لله الآن يعني المهم أن عسكريا ما أوقفنا أن يكون شيء عسكري. إنه شهر أيلول أسود على دول الحصار. ترامب تراجع، إدارته لم تكن على قلب رجل واحد منذ بداية الأزمة. البنتاغون لم يوقف تدريباته العسكرية المشتركة مع الجيش القطري. وزيره للخارجية أنذاك ضم جهوده إلى الوساطة الكويتية. بقيت المطالب معلقة، لا استجابت الدوحة ولا تنازل المحاصرون. قطر ليست بتلك السهولة، حولت الحصار إلى انتصار، صنعت لنفسها مكانة بطموح يتجدد ونفوذ يتمدد، باتت تحصد المكاسب. رهن المحاصرون على تجويعها فأصبحت تصنع غذاءها بنفسها. ها هي تفرح بعيد الفطر فرحتين وحصارهم يتلاشى كحبات الرمل على منفذ بري مغلق. منتشي هو بيت الحكم القطري، الحصار لم يعد حصارا، والمحاصرون يكابرون يتمنون لو عادت المياه إلى مجاريها، يراهنون على الزمن علّه يمسح نذبا صنعتها أيديهم في الجسد الخليجي. صابر أيوب، العربي، الدوحة. وقفزة كبيرة حققتها دولة قطر في مجال الأمن الغذائي بعد فرض الحصار عليها، فالدوحة لم تكتفي بمد الجسور مع دول إقليمية لتأمين السلع والمواد الأساسية، بل وطبقت خطة طموحة للاعتماد على القدرات الذاتية في مجالات الأغذية والأدوية وسواها. إنه العام الثاني
مدة قد تبدو بسيطة بمقياس الزمن، لكنها كافية لقطر بأن تحقق أمنها الغذائي بعد عدوان دول الحصار عليها في محاولة للضغط على الدوحة بقبول شروط وصفت بالواهية. حول المحور السعودي الإماراتي فرض حصار اقتصادي على قطر، لكن المبادرة اصطدمت بإرادة حقيقية صنعت التغيير ومكنت قطر من كسر ذلك الطوق الحديدي بوضع تسهيلات للمستثمرين القطريين في قطاع الزراعة حتى فاضت الأسواق بالمنتجات المحلية. والله ما بعد أفضل بكثير، وما قبل كان الوضع سيء، وكانت البضائع يعني مش كثيرة. الحين احنا في خير ونعمة، البضائع كثيرة، ما نعرف وش ناخذ، ما نعرف وش نشتري، الأسعار أفضل من الأول، البضاعة جودتها أفضل من جودة اللي هي بضائع دول الحصار، عطت فرص للشركات المحلية أنها تنتج وتبدع، وإن شاء الله عن قريب أتوقع أننا راح نصدر للخارج. مزرعة بلدنا حققت الجزء الأهم من الحلم، بطاقة إنتاجية غطت السوق القطري بمنتجات الألبان في فترة قياسية. في 5/6/2017 مع بداية الحصار اكتشفنا في يوم أن فجأة أسواقنا ما فيها حليب. بعد 3 أسابيع تقريبا من الحصار وصلت أول دفعة للأبقار لمزرعة بلدنا. حاليا تبلغ مساحة بلدنا 3 ملايين متر مربع. على هذه المساحة يتم إنتاج 490 طن من الحليب يوميا. لم يكسر الحصار عازمة الدوحة، بل زادها إصرارا على بناء دولة بسواعد وطنية. كان الاعتقاد أن فرض حصار على قطر سيضعف عزيمة الشعب والقيادة. دخلت قطر نفقا كهذا، لكنها أزهرت وازدادت قوة ونجاحا. وهيبة بوحليس، العربي، من الدوحة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو، استوديو الدوحة، الدكتور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر. مساء الخير دكتور محجوب، وكل عام وأنت ومشاهدينا بألف خير. عطفا على التقرير الذي شاهدناه للتو، الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن الشامل، وأحدى ركائز تحقيق الأمن الشامل هو سياسة خارجية على شاكلة معينة، يبدو أن قطر نجحت فيها وبشكل كبير. لو توضح لنا معالم وركائز هذه السياسة الجديدة التي نحت نحوها قطر في السنتين الأخيرتين. في الحقيقة ليلى، إذا نظرنا للمطالب 13 التي قالت دول الحصار بأنه على قطر أن تستجيب لها، للاحظت أنه على الأقل 3 أو 4 منهم لها علاقة بالسياسة الخارجية: استحضار إيران، استحضار تركيا، الطلب من قطر في تغيير مسار سياسة الخارجية. بعبارة أخرى، الأزمة في مجملها أو في ملخصها هي حول السياسة الخارجية، وبالتالي ما يسمونه يعني التغريد خارج السرب كما يقال. وبالتالي السياسة الخارجية حضرت في هذه الأزمة والحصار على قطر منذ اللحظة الأولى في الحقيقة، وبالتالي قطر ردت بشكل ملفت للانتباه على هذا الاستحضار لموضوع السياسة الخارجية. إذا ما نظرنا إلى مسارات السياسة الخارجية قبل الحصار، للاحظنا بأنها سياسة خارجية متأثرة، أو خلينا نقول تحاول أن تضبط إيقاعها بالجغرافيا السياسية التي تعيش فيها قطر، وبعبارة أخرى تحاول أن لا تصطدم بالجيران قدر الإمكان. هذا طبعا لم يمنع حصول صدامات، لأننا عرفنا أن هناك أزمة حصلت عام 2014 صحيح. وعرفنا أنه كان في انتقادات دائمة مثلا على قناة الجزيرة، لكن هذا لم يؤدي إلى ما أدت إليه الأزمة عام 2017. إذن السياسة الخارجية الحقيقة كانت واضحة تماما أنها مستهدفة وموضع انتقاد من قبل دول الحصار، ولذلك لاحظنا بأنه
قطر عملت منذ اللحظة الأولى إلى إظهار أمرين أساسيين. أولا الخروج من دائرة الجغرافيا السياسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لا مزيد من المحددات الجغرافية السياسية، لا مزيد من قبول الضغوط، والتحرر الكامل من ضغوط الجغرافيا السياسية، والعمل كما يقال بحرية كاملة بما تراه قطر يخدم مصالحها الوطنية وأمنها الوطني. هذا واحد. الأمر الثاني باعتقادي يتعلق ب تحديد فضاء للسياسة الخارجية غير مرتبط بالتحالفات التقليدية. التقليدية مرتبطة بالولايات المتحدة أو بالغرب. هذا كان واضحا أيضا منذ الأشهر الأولى. الولايات المتحدة حليف استراتيجي مهم، قطر لها علاقة مهمة معه، لكن هذا لا يكفي. الغرب هناك علاقة جيدة مع ألمانيا، مع فرنسا، مع بريطانيا، حجم استثمارات اقتصادية هائل في تلك البلدان، استثمارات حتى في قطاع المياه والطاقة في تلك البلدان، أيضا هذا لا يكفي. الذهاب إلى القوى الآسيوية، الصين، اليابان، القوى الإسلامية، الدول الإسلامية في آسيا، ماليزيا، إندونيسيا، ثم الذهاب إلى مواقع لم تنشط فيها السياسة الخارجية قبل عام 2017، أفريقيا، أمريكا اللاتينية. وهذا في حد ذاته تحرر منقطع النظير في السياسة الخارجية القطرية، أستراليا أيضا لم تشهده قبل عام 2017. طيب على ذكر الجغرافيا والاستراتيجية، إلى أي مدى خدم الموقع الاستراتيجي، موقع الجغرافيا عفوا، لقطر هذا التوجه الجديد رغم ربما تعويل دول الحصار على أن هذا الموقع هو الذي سيعزز عزلة قطر كما كانوا يتوقعون؟ أنا باعتقادي أنه خدم قطر ثلاث مرتكزات أساسية. الأمر الأول هو الريكورد، ما يسمى بالسجل الدبلوماسية القطرية قبل الحصار. يعني قطر قبل الحصار كانت نشطة في موضوع الدبلوماسية والوساطة، الكل يعرف بذلك، وكانت نشطة ليس على مستوى المنطقة، خارج مستوى المنطقة. لديها شبكة علاقات واسعة مع دول متعددة، شبكة علاقات اقتصادية واسعة. هذا الأسس الأول. الأساس الثاني له علاقة بأنها منتج مهم للغاز، وبالتالي هناك حاجة لهذا المصدر الطاقة النظيف في العالم، وبالتالي هذه الدول معنية بأن تكون لها علاقة مع قطر، وقطر تريد أن تؤمن شراكات كبيرة حتى تبيع هذا المنتج الاقتصادي المهم الذي يحقق الثراء الاقتصادي ويحقق التنمية التي تريدها قطر. الأمر الثالث في اعتقادي هو الحالة التي تركها الحصار في المنطقة، وهي أنه هنالك سياسة استقطاب في المنطقة حصلت، وبالتالي قطر يعني حاولت أن تغادر مربع الاستقطاب وأن تذهب إلى مربع العمل بشكل مركز على تجاوز الآثار المترتبة على هذا الحصار بطريقة انفتاح كامل على شركاء آخرين. ولذلك لاحظنا مثلا في بلد مثل علاقة مع إيران، العلاقة مع تركيا، تركيا وإيران بينهما تنافس على بعض المصالح في المنطقة، لكن قطر استطاعت أن تربط علاقة ممتازة بين البلدين. وإذا ما عدنا للأشهر الست أو السبعة الأولى لاحظنا أن الموانئ الإيرانية كانت مزود أساسي، بل أنها كانت تأتي البضائع من تركيا وتمر عبر الموانئ الإيرانية إلى قطر، وبالتالي كان هناك نوع من القدرة على تفكيك العلاقات والشائكة حتى مع الشركاء، ومحاولة البناء على ما يجمع وليس على ما يفرق. أكثر من بنظرة استشرافية مختصرة، يعني قطر انطلقت الآن ولا مجال لأي عودة كما يتمنى المحاصرون. لا شك بأنه السياسة الخارجية انطلقت بشكل يعني لا يمكنه العودة للمربع الأول، بل أنها حددت مسارات أخرى. هذه المسارات الأخرى منطلقة من أسس واضحة بأنه الشراكات مبنية على قيم، على مشاركات اقتصادية، على قضايا السلم، على قضايا الأمن العالمي، وليست فقط مرتبطة بالقضايا الإقليمية. الآن هذه السياسة الخارجية أكثر ديناميكية، أكثر فعالية، وأكثر تأثيرا في العالم، في كثير من دول العالم. انظر إلى الأوروبيين كيف يتعاملوا مع هذه السياسة الخارجية، انظر إلى الشركاء حتى في آسيا، هناك يعني احترام كبير تلقاه السياسة الخارجية القطرية في دول مثل آسيا، أيضا حتى في أمريكا اللاتينية، رغم ظروف أمريكا اللاتينية التي قد لا تبدو مستقرة سياسيا، أيضا هناك مسير نحو
تشبيك علاقات معينة مع تلك الدول ومحاولة تجاوز الآثار والظروف السيئة التي تعيش فيها تلك البلدان. شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري، مدير مكتب مركز عفوا دراسات الخليج في جامعة قطر. شكرا لحضورك. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم لنا في هذه النافذة التي فتحناها مرة أخرى هذا المساء مباشرة من الدوحة في إطار تغطيتنا للذكرى الثانية لحصار قطر. موعدكم مع نوافذ أخرى نفتحها في الأيام المقبلة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا لمتابعتكم، عودة إلى الزملاء في لندن.